قديس ويرس يقول كلمة جميلة: حينما أريد أن أتكلم وأنظر إلى العذراء وأتأمل في شخصيته، يبدو لي ولأول وهلة أن صوتا من الرب يأتي ويقول لي: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. تخيلوا بقى، الناس بدأت تتجلى في كلام جميل لأمنا العذراء، لأنها عملت حاجات جميلة بسطت ربنا. ينبغي أنها قالت له: ليكن لك قولك، اللي أنت عايزه أنا تحت أمرك يا رب. أنا لمجرد أنك أنت قلت أنا عايز أشتغل بالعذراء مريم البسيطة دي اللي الناس كلها مهمشاها، لكن أنت عايز أشتغل بي، أنا تحت أمرك يا رب. تخيل لما تعمل حاجة جميلة وربنا يقول لك: أباركك، أنا بباركك لأنك أنت عملت كده. دي حاجة جميلة. عشان كده ما تيأسش حتى لو عملت حاجات صغيرة في نظر الناس، بس خد لبالك ربنا واخد باله كويس جدا من كل كلمة، من كل حركة، من كل نظرة. قداسة البابا شنودة يقول كده: خفق القلب صلاة. لمجرد ممكن أكون مش قادر أتكلم، ما عنديش قوة أن أنا أتكلم، لكن تخيل بقى لمجرد أني قلبك بس يدق كده ويقول: يا رب أنا واقع في مشكلة وفي المصيبة دي مش قادر أطلع منها، هي بالنسبة لربنا صلاة.